طيب مشاهدينا، هنروح دلوقتي مع حضراتكم وهنشوف تقرير صورته كاميرا يحكي أن أول رالي مشي أهلينا والأهالينا، وده طبعا لتعزيز المشي كنشاط أساسي لكبار السن. تعرفين دلوقتي أي دكتور لازم يعني أول حاجة بيكتبها في روشتة أن لازم تمشي في اليوم نص ساعة على الأقل للصغيرين وللكبار. تعالوا نشوف التقرير وبعديها نستضيف ضيفنا في الاستوديو. وفي الحقيقة أن الفعالية النهاردة قبل ما أتكلم عنها لازم أوجه رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس على توليه هذا الملف المهم جدا، وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير التضامن الاجتماعي دكتورة نادين القباج على رعايتها لهذا اليوم. أكثر من 2000 مشارك في هذا الرالي، منهم مقيمين داخل دور المسنين ومنهم مقيمين أو أعضاء في أندية المسنين تبع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنهم فئات خاصة ذوي احتياجات خاصة ومنهم فئات طبيعية في بيئتهم الطبيعية. هذا الإيفنت يعتبر استكمال لمسيرة فخامة الرئيس على توليه هذا الملف المهم جدا وتوجيهات سيادته دايما نحن نهتم بهذه الفئة المهمة في حياتنا. الهدف في الماراثون دوت أولا دمج مجتمعي أولا، ثانيا أن أنا بقول للمسن أو كبير السن أن أنت لسه ما زلت لديك العطاء ولديك الكثير تقدر تفيدنا بخبراتك، فان شاء الله يكون ماراثون قوي وجيد بالنسبه للمسنين. الفكره جميله جدا ورائعه، ودي ثاني سنه نعملها على فكره، بالاضافه الى مجموعه المبادرات اللي بتعملها الوزاره في محافظات مختلفه وليست القاهره فقط لا غير. كبار السن كانوا فاكرين انهم لازم يقعدوا في البيت وخلاص، نقعد بقى في السرير او نتفرج على التلفزيون وكده. لا، دلوقتي كبار السن بيمشوا، المشي ده صحي وبيكسب الواحد لياقه بدنيه. كلنا اتغيرنا بعد جولدن ييرز الحقيقه، بدل ما كنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجه، بنخرج كل شهرين ثلاثه مره ولادنا يخرجونا، لا ده احنا اللي بنخرجهم دلوقتي. فجولدن ييرز احنا جروب جولدن ييرز كوميونتي على الفيسبوك، اي حد بيقدر يشارك، المشاركه مفتوحه، بيكتب اسمه وبيشارك. والمشاركة في الرالي برضو مجرد ان هو يكتب اسمه ورقم تليفونه يبقى اشترك في الرالي. المشاركة سهلة جدا، سهلة، وعاملين جروبات لكل المناطق، بنجتمع وبنروح نقعد مع بعض ونتعرف على بعض. واحد طلع بأصحاب كتير قوي من الجولدن ييرز، حقيقة غيرت حياتنا كلنا. بالنسبة لكبار السن، عشان أنا حضرت قبل كده الرالي اللي قبل كده، قد كده كانوا بيبقوا مصدر سعادة ليهم، إحساسهم إن هم خرجوا وشافوا الدنيا واختلطوا بناس. يعني هو للأسف كبار السن عندنا أو العرف اللي ماشي، الواحد لما يكبر في السن يقعد في البيت وخلاص وما يخرجش ومالوش عايز حاجة. إحنا بنحاول نطلعهم للمجتمع، نقول لهم لا لسه إحنا قادرين، إحنا نقدر نتفاعل مع الناس ونعمل. وبعدين جايبين لهم نماذج كويسة جداً، النماذج اللي ابتدت حياتها بعد الستين والسبعين والثمانين. في معانا كاتبة هايلة بعد الثمانين أصدرت كتاب، في السباحة العالمية اللي يعني بتاخد كل سنة في المهرجانات العالمية في السباحة بتاخد المركز الأول والثاني، ففي كتاب، فيعني الحقيقة في نماذج مشرفة. النهارده جولدن ييرز الحقيقه بيشاركوا بالاداء الغنائي وعندهم حصيله حلوه قوي من الاغنيات القديمه وبعض الاغنيات الحديثه ايضا. حلو قوي المشاركه في الماراثون لجميع الانشطه طبعا بما فيها النشاط الفني اللي احنا بنقدم منه من خلاله احسن ما عندنا. يعني النشاط الفني عباره عن غناء لجميع الاعمار طبعا، يعني معروف ان هو الموضوع فوق الستين، لكن في ناس يمكن حابه ده من زمان وكان نفسها تشارك بيه وكان نفسها انها تغني، والحقيقه ما جات لهاش الفرصه، لكن في هذه المرحله بدات تيجي الفرصه وبدانا نعمل جلسات وقعدات وبعض الايفنتس كده بيشاركوا فيها، والحمد لله الموضوع جميل. يعني ندعو الجميع للمشاركه، الصحبه طيبه، مكان جميل، ندعو الجميع للمشاركه، الشباب والكبار. الشباب هيستفيدوا والكبار هيستفيدوا. والله الفكره كويسه، ويا ريت الشباب هم اللي يعملوا الكلام ده،
علشان هتبقى لهم في الشيخوخة بتاعتهم. أهمية النشاط فيها مهمة جدا، لأن بتقابل الناس زمايلك وتجتمع بهم وكده، فبتعرف وتخليك متحرك. أهمية المشي إن هو بحرك كل أعضاء الجسم، فحركة أعضاء الجسم دي بتدي صحة كويسة. ده يوم جميل جدا واجتماع يعني مشرف، وحاجة صراحة يعني بنشكر عليها دينا حشيش لأنها اجتمعت بينا كلنا وبتشجعنا على الخروج والحركة، واللي عنده أشغال فنية واللي عنده أي هوايات بيظهرها، وبنجتمع كلنا مع بعض ونتعارف، ودي حاجة كويسة جداً إن الواحد ما يفضلش قاعد في البيت، يتحرك والحركة بركة.